فيكم مشاهدينا، طبعا بتأثر ابتسامة جميلة على احترام الذات، وبتأثر الابتسامة الجميلة أيضا على الثقة بالآخرين والثقة بنفسنا. مع التطور بعالم طب تجميل الأسنان أصبحت استعادة الثقة أمر سهل من خلال تصميم الابتسامة رقميا. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع بصيرني استضيف الدكتور الياس أبو طايع، وهو أخصائي بطب الأسنان التجميلي، وهو حاصل على شهادة تجميل وترميم الأسنان، شهادة بزراعة الأسنان، وأيضا شهادة بعلم الإطباق من الجامعة اليسوعية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك باتريسيا. إن شاء الله إيه في أكيد دائما نحن بطور الإدوكيشن. تحياتي لأليك ولجميع المشاهدين مشاهدي قناة تيلي ليبان، وأحلى صباح. طبعا أنت دكتور كتير ضليع بهذا المطرح، حققت إنجازات على صعيد لبنان وعلى صعيد برا كمان، أنت حدا كمان قادر يشتغل برا وقادر يفتح كلينيكات برا ويكون موجود مع الأشخاص. انعرفت بالمنير سمايل، شو هي هيدي الابتسامة وليش دكتور الياس أبو طايع انعرف بهيدا النوع من التجميل؟ المنير سمايل أصبحت هي الضحكة والابتسامة اللبنانية اللي عم تستقبل المغتربين اللبنانيين اللي عم بيجوا من برا وحابين أنه يعملوا تجميل ببلدهم بأعلى كاليتي موجودة بالعالم بأوطى بكتير من الأسعار الموجودة ببلادهم. كتير حبيت الابتسامة اللبنانية. بعدنا عم نضحك بلبنان؟ بعد في ابتسامة بلبنان؟ دايما بدنا نضحك ونحن موجودين لحتى ننشر هيدي الابتسامة وتخلي الواحد عبر ابتسامة جميلة يعكس ويعد الضحكة على الأراضي اللبنانية، وإن شاء الله نقدر بأيام الجاي يكون عنا سلام وراحة نقدر نضحك أكتر. لنرجع للمينيز، المينيز هي ضحكة مصممة لتلبق لملامح الوجه. نعم. يعني الكونسبت تبعها هو أندر شيء بيقولوا له سمايل ديزاين، يعني مشخصنة لتلبق لفيشل فيتشر معينين، يعني إذا بده يجي لعنا إنسان عم بياخذ ضحكة كاستمايز، كيف مثل إذا واحد رايح عند ديزاينر عنده تو أوبشنز إذا بده يلبس، يا بيروح عند ديزاينر بيعمل له كاستم دريس أو سوت، أو بياخذ شيء من السوق بريتا بورتي يعني. طبعا الشيء المخصور على الجسم بيطلع اجمل لانه لابق على جسم بالضبط. الاسنان كمان في عنا زيت الروبير، زيت المعايير، بدها تتخصور لتلبق لملامح الوجه. هلا الماينير سمايل هي فيها كذا شق، فيها شق وهي عملت اذا بدك الحلول للمشاكل اللي كانت تنعمل بالفينير او بالهوليوود سمايل. نعم. ما يعرف بالهوليوود سمايل. اشتغلنا على سمايل ديزاين، عملناها مشخصنه، فوتنا المايكروسكوبيك دنتستري اللي هي اذا بدي كانت المشكله الاساسيه انه الناس بدها تعمل تجميل بس من دون برد للاسنان. رحنا على محل يا اما بنبرد شيء ضئيل جدا جدا يا اما ما بنعمل برد نهائيا. في عالم بتخاف تخسر الكواليتي تبع اسنانها اذا بدها تظبط. هو برد الاسنان في له تو ادفانتجز. اول شيء انه لما مندق بالاسنان هيدي شغله كثير بوزيتيف. نعم. للمريض. اثنين، في انه بس نبرد بصير في فلكسيبيليتي بالسن، وهالفلكسيبيليتي لانه بشلنا طبقه بصير يروح ويجي اكثر. هالفلكسيبيليتي بتاثر على التلزيق تبع هول العدسات اللي بنحطهم من السيراميك نحن او ما يعرف بالماينيرز. نعم. او بالفينيرز. سو بتخفف اللونجيفيتي تبعها. سو نحن كل ما نحن عرضنا السن انه يصير يروح ويجي، التلزيق اللي لاقت الفينير او الماينيرز هيدا عم بيتكسر اكثر. بالمايكروسكوبيك دنتستري بس نعمل بريبريشن ما بنشيل ابدا طبقه او طبقه رفيعه كثير من الاسنان، ما بتعمل هالفلكسبيليتي، بتحافظ على صحه الاسنان وعلى عمره، بتعطي طول اكثر ومده زمنيه اكثر للتريتمنت اللي بدنا نعمله. واخر شيء وانت دكتور كمان حكيت بتحكي كثير عن موضوع هيك الاسنان حسب الحاجه الشخص العاطفيه والحاجه الاجتماعيه. صحيح. هيدي قسمناهم نحن اليوم بفيديوز تحت كاتيجوريز. نعم. اول وحده، اول وحده حسب السمايل ديزاين. يعني نحن هون عم نشوف هيدا كا. نعم. لمريض كيف بنبلشه؟ بنبلش اول شيء ناخذ له صور. نعم. بعدين بنحوله لديجيتال بيشنت، يعني بننقله من كونفنشنال بيشنت لديجيتال بيشنت. نعم. عبر طريقه بيقولوا لها 3D سكان. هلا بناخذ له فيس سكان وانترا اورال سكان، يعني طبعا للسن وطبعا للوجه، ونبلش التصميم حسب ملامح الوجه تبعه. بس نعمل الديزاين تبعه، بنقعد معه بكونسلتيشن، بنفرجيه نحن كيف صار شكله،
وافق هو على الديزاين حبه، ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي هيدي الميكروسكوبيك دنتستري، نعمل له برد للسنين أو إذا ما بده برد دغري بنروح للقياس. خبرنا شوي أكثر عن تقنية الميكروسكوب. هيدي هي هلا نحن استعملنا البريبريشن وهون عم نحط الماينيرز اللي هي هيدي القشرة اللي عم تشوفيها على الأسنان. في شيء اسمه One Minute Smile سمعتك عم تحكي عنه بأحد المؤتمرات. صحيح، One Minute Smile هي الديزاين اللي بده يشوفه من بعد ما نعمله نحن ديزاين ديجيتال منخليه يشوفه ريال بقلب تمه. يعني عملنا له إياه 2D وافق عليه، بس هيدا شوفه على الكمبيوتر بطل خليك تشيله أوقات أوقات سو بس يشوفها على الكمبيوتر بده يجربها ويشوف حاله فيها كيف بده يطلع. سو أعطيناه تشانس إنه يشوفها بوان مينت من إلا تست نير وتست دي ديزاين. هيدا هون عم نشوف شوي كيف مننقل المريض ل 3D وكيف بنعمل له التصاميم، يعني عم نشتغل على مريضها بس عم نفرجيها كيف معقول يكون شكل سنينها ولون سنينها لحتى تقدر هي تتخيل حالها قبل ما تفوت بتريتمنت. يعني هي رايحة على محل ما انا عارفة كيف لح تصير. سو من بعد ما نعمل لها الديزاين قديه تطور الموضوع تكنولوجيا، قديه صار هلا بتشوفي هون قديش أهمية كمان الميكروسكوبيك دنتستري. يعني الميكروسكوبيك دنتستري بما انه ما عم نبرود عم نحافظ على الأسنان، وبذات الوقت الماينيرز اللي بيجوا قاعدين 100% مثل ما نحن حافرينهم أو مثل ما نحن عاملين التراك ليقعدوا عليه. سو ما بيصير بيعلق أكل أو بيطلع ريحة أو بيصير في إنفلاميشن للنيرة، وبذات الوقت ما بتسوس المنطقة. كل قديه لازم يرجع لعندك كل المريض كرمال مثله مثل أي مريض منه عامل شيء؟ كل 6 أشهر أو 4 أشهر لا يعمل تنظيف فقط. يعني كل شيء عليه يعمله أنه يجي يعمل تنظيف لأسنانه، لا ينشال الجير إذا في جير على الأسنان فقط لا غير. يعني التريتمنت هيدا بيعتبر حاله مثل كأنه منه عامل شيء. إذا بدي أحكي شوي عن التكنيك اللي أنت بتستعمله شخصياً دكتور إلياس أبو طايع، يعني التكنيك في عندك اللي حكيتنا عن الميكروسكوب، حكيتنا عن تقنية التصميم، كيف نحن بنصمم أسنان، خبرني أنت بالكلينيك عندك هيك ستيبس كيف بتصير؟ بعدين نحن ما فينا نعمل صفة أسنان إذا في شيء غلط بالأسنان، إذا العضة غلط، يعني خبرني الشخص اللي بده يروح لعندك شو لازم يكون عارف؟ أوكي. هو لما بده يجي لعندي بده يعمل بس صورة أشعة. هيدا نحن بنطلبها منه وباقي ما تبقى كل شيء موجود عندنا، حتى الأشعة موجودة عندنا يعني بس إذا بيحب يعني يعملها برا ويجي فيها هيدا الريبير الوحيد اللي بنطلبها منه. هلا الستابس هني بدنا نعمل كلينيكال كونسلتيشن نشوف الحالة تبع الأسنان، مشكلته الصحية في تسوس، في شيء خراجات، في مشاكل بالعظم، كل هيدا مشاكل باللسة، كل هيدا أمور لازم نعالجها قبل ما نروح على التجميل. من بعدها بنحوله لديجيتال بيشنت لانه نحن عيادتنا هي ديجيتال كلينيك. سو بس نحوله لديجيتال بيشنت بنبلش نعمل له التصميم اللي شفناه. هيدا التصميم بنحل فيه مشكله العضه ومشكله الشكل. بنحل مشكله العضه بهذا التصميم وحتى بنعمل تيستينج لللفظ كمان. سو كله هيدا بينحل بالتصميم، لان التصميم هي اذا بدك الخريطه للسوليوشن للمشكله الموجوده عنده. سو بس نعمل نحن هيدا الخريطه بنروح دغري على الاكزيكيوشن اللي هي بيزد على الخريطه. يعني انا اذا عندي حل له مشكله العضه ضمن البلان تبعي بدي حل له مشكله العضه، بس هيدا بيكون هو شايفها كيف صارت عضته مثل هيدا الكال اللي فرجيناه اول شيء. وهون عم نشوف الماينيرز اللي هي من دون برد. يعني كيف فينا نعمل عدسه بس ايام تضطر تبرد يمكن. صحيح في بعض الاوقات بنقدر، بس في بعض الاوقات كمان منا مضطرين بنروح دغري على برد. بس البرد عم نعمله تحت الميكروسكوب، يعني شيء انجأ بيندق بالاسنان يعني. كمان دكتور كثير اوقات بنحكي كل العالم صايرين نفس اللون كله ابيض ناصع، قد ايه انت هيك بتشتغل كمان على اللون يكون طبيعي؟ يعني ما ضروري كلنا نكون كوبي كونفورم كل العالم بيضاء اذا اسنانك الاساسيه مش هالقد بيض. انا دائما بنصح في روبير، في كذا ديجراداسيون صح؟ مزبوط. في روبير هي انه بياض اسنان بده يكون مثل بياض العين. طلع بالشخص اذا البياض بالعين شو الدوغري تبعه، بنجرب نعمل له بياض بسنانه وبيلبق لبياض العين. هيدي الريفرنس تبعنا. بياض العين لها علاقه شو حلو. صحيح. هلا في بعض الناس بيطلبوا بياض اكثر، في ذوق هون، في اذواق اجنبيه اوروبيه
بتحب على طول الناتورال. في أزواق أمريكية أو عربية كمان كله هيك على الاكستريم شفاف هالقد اثنين ابيض شيء. نحن في كتير يعني ما في مثل فرايتي بالمجتمع اللبناني. يعني في كتير أزواق. أكيد في ناس أكيد بتحب اكيد مش كل العالم مثل قهوة اوروبيه، في ناس قهوة امريكيه او عربيه بيحبوا اللون الفاقع الابيض كتير. بنحاول قد ما فينا نخفف هيدا الشيء. انا صراحه ما كتير بحبه. قد ما فينا نجرب نقول لهم انه لا ما لازم نروح لشيء كتير اكستريم. بس كمان في بعض الفنانين والممثلين اللي هن على الاضواء الاضاءه بتظلمهم شوي، بنضطر شوي نفتح لهم اكثر لحتى تعمل كومبنسيشن اذا بدك للون. شو حلو كيف بتسير وكيف هيك بتطرح الموضوع بطريقه سلسه. كمان بدي احكي عن تباعد بسنان، يعني ايام انت بتشتغل كمان على التباعد كرمال تبين الابتسامه كمان طبيعيه. أكيد. مش كله هيك تركي. صحيح. اوقات كثير نحن بيكون في فراغات بين الاسنان ومنا بحاجه انه نحط شيء على الاسنان لانه بيبقوا الاسنان حلوين. هون بنضطر نلجا لشيء اسمه الاينر، تيس الاينر. الاينر هي اذا بدك مثل جوتيير، شغلتها انها تجلس الاسنان. كيف بينعمل؟ كمان ناخذ سكان للمريض اللي هي طبعة ياسات تمه ومنحوله لديجيتال بيشن. هلا بس يصير عنا يحوله لافاتار. افاتار اكزاكتلي. هلا افاتار بنشتغل على انه نجلس له سنانه وبنصير نكبس له عدد جوتيرات. كل جوتيير بتعمل موفمون على السنان لحتى يلبس هو تنقول 10 20 جوتيير. اخر وحده بتكون الصف الحلوه تبع السنان تبعه. فهو خلال 5 اشهر 3 اشهر 6 اشهر حسب قديش التريتمنت تبعه بيقدر يلبس هول الجوتيرات ويوصل لابتسامه حلوه بصفه حلو. اكيد شغلك الحلو دكتور مبين على كثير اشخاص كمان سيلبرتيز نحن بنعرفهم بالمجتمع. بدي اروح معك على تقنيه 3D printed veneers. شو هي هيدي التقنيه؟ اذا في حط لنا الفيديو ونحكي عليه شوي. 3D printed veneer هي تقنيه من الفينير. هيدي كيس اجيت لعنا عندها مشكله بالاسنان، صفر كتير وهيك فايتين لجوا، وهي المبسم تبعها عريض، فقررنا شوي نوسع عليها. عملنا لها الديزاين. نعم. وهون عم نشوف تقنيه التستنير. بنحط الديزاين بتشوفه بقلب تمها وبتوافق عليه، بعدين بنروح على المايكروسكوبيك بريبريشن. هيدي هون بتصير البريبريشن. اذا بتطلعي هون بتحضير الاسنان شيء جدا ضئيل، يعني انجأ عم يندق بالاسنان. صحيح. اوكي. بس نخلص البريبريشن تبع الاسنان بيرجع بيتاخد قياس. الديزاين اللي انعمل بالاول اللي شفته هي بيرجع بينحط هو ذاته على البريبريشن. اوكي. لحتى من بعد ما نحن نعمل هيدول بس نعمل هيدا الديزاين حطيناه على البريبريشن، نرجع بنفوته على سوفتوير لنبعته على مكنه اسمها 3D printer. نعم. هل 3D printer بطلعنا دغري. هلا بنشوفهم الفينيرز بيقولوا لهم 3D printed veneer. هو ماده من الريزين. نعم. تقدر بواسطه هيدي المكنه اللي هي بيقولوا لها 3D printer تعمل دايركت للفينير. يعني هول الفينير كلهم انعملوا تقريبا بشي نص ساعه. يعني المريض بيقدر يجي يعمل له كل الشغل from A to Z بتقريبا 4 ساعات بيكون خالص. هون يمكن كمان بنروح على موضوع انت كثير بتحكي عنه، هو زراعه الاسنان كمان من دون جراحه بواسطه الذكاء الاصطناعي. قد ايه هذا كمان صار شيء موجود بالوقت اللي كانت العالم تحت الهم تزرع اسنان. هيدا احلى تطور بزراعه الاسنان صراحه. لانه خلينا نحن نعطي بيرفورمانس كثير عاليه. ما بقى عنا اذا بدك الخوف انه نغلط بالعمليات. صار كل العملية بتنعمل ديجيتال قبل ما نروح نعملها عند المريض. بعدين بيتحضر مثل قالب بيقولوا له سيرجيكال جايد. نعم. وهيدا السيرجيكال جايد عبره من شكل الامبلان. في فيديو فينا نشوفه اذا بدك اللي هو بيشرح بالضبط كيف بينعمل ديجيتال امبلانتولوجي. اذا بيحط لنا بس إيه. كمان يعني قد ايه بتاخذ الخبريه وقت، يعني قد ايه بيفرق الموضوع عن قبل، قد ايه صارت الادفانتجز بالوقت فظيعه. لانه اول شيء نحن بنحضر العمليه بلا ما يكون معنا المريض. نعم. بس ناخذ الداتا تبعه وبس يجي لعنا بنحط جهاز سيرجيكال جايد بخمس دقائق لعشر دقائق بيكون خلص عمليته اللي هي كانت تاخذ معنا ساعه قبل بوقت. نعم. في عنا كمان شيء اسمه هيك الديجيتال كراون او تلبيس الاسنان كمان بساعه واحده. يعني انا معك عم بحكي عن شيء عن جد كانه مثل الحلم صارت التكنولوجيا. صحيح. صرنا بمطرح كثير هيك ادفانت. فاتت التكنولوجيا واعطتنا دقه واعطتنا سرعه واعطتنا القدره انه نعطي للمريض تلبيسه بساعه.
اللي هي بس نحضر نحن السن كمان ناخذ له سكان ومنفوت التحضير تبعه على سوفت وير. هيدا السوفت وير هون عم نشوف الضحكه اللثويه اللي هي الضحكه اللثويه كيف واحد يضحك ببين الجامي سمايل بالضبط كيف منحلها كمان. صار عندنا القدره كمان عبر الاي اي والديجيتال تكنولوجي انه كمان نعمل ديزاين بنرفع اللثه ديجيتال ومنفرج المريض كيف صار شكله قبل ما نبلش، بعدين بنعمل جهاز بنقص عليه اللثه بهالطريقه. هيدا بيقولوا له سيرجيكال كراون لانسنينج، وهيدا المريضه كيف بلشت بالاول وكيف صارت، وهيدا وحده ثانيه كيف كانت وكيف صارت. على فكره هيدي كثير بتغير شكل بتغير عن جد شكل المريض بشكل كثير كبير. ودائما لاحظناه انه اللي بيعمل كراون لانسنينج بيكبروا شفافه كمان. بيطلع له هيدي شغلتين بشغله مزبوط، لانه اتسيمز كانت الشفه تعلق على اللثه وتبرم، صارت تعلق على الاسنان بتاخذ فوليوم اكبر. وفرنا حكيم تجميل وظبطنا اسناننا وبيطلع لها دبل ادفانتجز فيها. هون عم نشوف الالاينرز كيف بيشتغلوا، هيدي شغله كمان كتير ممتازه للناس اللي ما بتحب تحط حديدات على اسنانها وبدها تعمل تجميل للاسنان بطريقه ما ينعرف كيف. سو ببين كيف بنبلش، بنبلش ناخذ نحن صور للمريض بروفيل فاس كلوز اب، يعني اسنانه قريب اسنانه بعيد، كل البوزيشن تبع هو وعم بيضحك وكيف هن مع العضه واتسترا. بعدين بنفوت هالداتا على سوفت وير وبنصير نحرك له الاسنان بطريقه مثل ما هون عم نشوف بطريقه كيف هن مخربطين، بنجلس له اياهم حسب كمان كيف بيلبقوا لوجهه. بعدين من بعد ما ينعمل هولي بينعمل الالاينر اللي هن هول الفيكس الاين، ونصير نعطيه علبه نحن بيلبس كل وحده تقريبا جمعتين وبصير يغير من وحده لوحده ليوصل ويصير عنده صفه حلوه. وفي عنده ابلكيشن بتعطيه نوتيفيكيشن انتين ينقل من وحده للثانيه ويعطينا مثل داتا اذا مسافر برا بيصور حاله بيبعث لنا اياه هون وبنتابعه كانه نحن موجودين عنده. سو البروسس كثير حلو لكل الناس اللي بحبوا يعملوا تجليس لسنين ومنهم مضطرين يجوا لعنا، فيهم يعملوه ويسافروا ويروحوا محل ما بدهم. قد ايه الطب تطور وقد ايه صرنا بمطرح ثاني غير قبل؟ هلا في شيء انا كنت عم بحكي انا وياك امبارح، قلت لي شيء هو مصففات الاسنان الشفافه يلي هن هول الالاينر، هدول 100%. سو هول المصففات اللي مثل ما كنا عم نحكي عطوا ادفانتج كثير كبيره على الريجولر اورثودونتكس اللي هن الحديدات اللي بينحطوا على اسنان او سيراميكات. كثير عالم ما بتحط لانه كرمال هيدي الفكره صحيح تبع صحيح الازعاج وبالشكل وبالفعل يعني فيزيكلي كمان عم مزعج الموضوع. هوليك كان يعلق فيهم اكل، كان يجرحوا الخد، بينعمل بولين كان على الاولاد وقتها كانوا بالمدارس يحطوه. وبعدين الناس اللي تتخطى عمر 30 سنه صعب عليها تحط اشياء على اسنانها وتطلع بالمجتمع وتروح تعيش حياتها بشكل عادي. هيدي اعطتها اوبورتيونيتي انه خلص صار فيكم هلا تجلسوا الاسنان ما بقى عندكم هالمشكله. يعني دكتور إلي أبو طايع، طبعا هيك وجودك والابتسامة اللي عم ترسمها على وجوه كتير ناس كتير حلوة، نحن نفتخر بأشخاص مثلك كمان موجودين بهذا المجتمع وقادرين يعملوا فرق وهالقد متطورين بشغلهم. أهلا وسهلا فيك بأحلى صباح، نورت صبحيتنا. أهلا وسهلا فيك، ميرسي لاستضافتي. أنا بتشكرك وبتشكر جميع المشاهدين تبع قناة تلفزيون لبنان وأحلى صباح، وأنا كمان مفتخر بدوري بمذيعة متألقة مثلك. اهلا وسهلا فيك الدكتور الياس ابو طايع، اخصائي طب الاسنان التجميلي باحلى صباح. طبعا مشاهدينا لقائنا بيخلص هلا، ولكن رايحين بعد البريك لعند مارينا كيروز، ما تروحوا لمطرح.